السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج أولادي جننوني. أهم حاجة في الحياة أنك تكون وسط الناس بتفهمك وتفهمهم، وأنك تعرف توصل لهم أنت عايز إيه وبتفكر في إيه ومشاعرك ليهم إيه. كل ده إحنا الحمد لله نقدر نعمله بسهولة، لكن تخيل طفل يكون عنده حاجة ربنا ميزه بيها عن غيره من الناس، بس الناس اللي حواليه مش عارفة تتفاهم معاه أو تحس بيه أو تسمعه. أطفالنا ذوي الهمم هم ناس زي وزيك، ليهم نفس الحقوق اللي ليك، هم مش زيادة علينا، هم نعمة ربنا لينا في الدنيا علشان نزود مشاعرنا ونزود مشاعر الإنسانية جوانا. في حلقتنا النهاردة حبينا نفتح ملف مهم جدا عن الأطفال ذوي الهمم وإزاي نساعدهم ونساعد أهليهم، وخاصة الأم اللي هي أكتر مساند وداعم ليهم في الحياة. طبعا زي ما عودناكم في برنامجنا إن احنا بناخد المعلومة من المختص، وعلشان كده هيكون معانا النهارده في الحلقه المهندسه سيده الشربيني، متخصصه في علوم الهندسه الوراثيه واستشاري في الاكتشاف والتشخيص والتدخل المبكر للتاخر عند الاطفال من عمر يوم. اهلا بحضرتك يا باشمهندسه. دكتوره باشمهندسه، دلوقتي يعني التاخر عند الاطفال اكيد بيكون ليه اسباب. هو طبعا بدايه انا بشكركم جدا على استضافتكم ليا، يعني وان انا اتكلم في الموضوع ده، لان الموضوع ده الكلام عنه مش واخد حقه. وبعدين انا بجمع بين حاجتين، انا ام لطفل لشاب من ذوي الهمم، زائد ان انا استشاري في المجال ده. يعني حضرتك اصلا ام لطفل ذوي الهمم؟ انا ابني الصغير عمره 23 سنه من ذوي الهمم، وكان هو الدافع ان انا اكمل في الكارير ده، هي امنيه دراستي. يعني ارجع لسؤال حضرتك ان هو ايه الاسباب اللي بتأدي للتأخر عند الأطفال. طبعا أسباب كثيرة جدا، يمكن إحنا الناس عموما الناس واخدة مفهوم إن هو الأسباب وراثية فقط. في ناس واخدها وراثية فقط، وفي ناس واخدها إن هي الأصعب إعاقة، هي الإعاقة اللي إحنا بنشوفهم شبه بعض، الولاد اللي شبه بعض اللي هم الداون سيندروم، أو بيتقال لسه ما زال في ناس بتقول إن هي المنغل. لا طبعا مش ده حتى الداون سيندروم مش اسبابها وراثي بحت. لا، في اسباب كثيره جدا لوجود طفل عنده تاخر، ممكن تكون اسباب وراثيه، ده عامل من العوامل. ممكن اسباب عمر الام نفسها اثناء الحمل والولاده، ممكن تكون اسباب بيئيه. عمر يعني يكون مثلا عمرها قليل كبير، يعني من بعد 35 نبدا نقلق، والام عندها احتماليه انها ممكن تخلف عن طفل عنده مشكله. جواز القرايب من الاسباب الرئيسيه لزيادة نسبة التأخر عند الأطفال، وأنواع مختلفة بقى، يعني ممكن أتطرق ليها. البيئة عليها عامل كبير جدا، الحالة النفسية للأم أثناء الحمل عليها عامل كبير جدا في تشكيل وجدان الطفل وتشكيل طبعه وتشكيل أحاسيسه وفكره وثقافة وإدراكه. دي مشكله تانية في ناس بتتجاهلها، اللي هي الحاله النفسيه للام اثناء الحمل. يعني حضرتك تقصدي حاله نفسيه الام لو حاله سيئه ممكن بتؤدي لحاجات كتيره يعني؟ جدا بتؤدي يعني من ضمن اسباب التوحد، من ضمن اسباب التشوهات الخلقيه، من ضمن اسباب التقزم، من ضمن اسباب الهايبر اكتيف عند الاطفال، من حاجات كتيره جدا. الحاله النفسيه وطريقه تغذيه الام اثناء الحمل عليها عامل كبير في تكوين الطفل. في اسباب تانية بتؤدي للتأخر عند الاطفال، هي يمكن الحوادث، يعني الحوادث، الحاله النفسيه، البيئه، الجزء الوراثي، جواز القرايب، في اسباب كثيره، لان هم انواع كثيره. اصل احنا بنشوف انواع معينه، نتخيل ان هم دول زي ما قلت لك ان هم ولد عنده فرط حركه، ولد شاب عنده توحد، او بنت عندها توحد، او ولد داون سيندروم، او ناس سي بي على كراسي متحركه. كل دي اسباب، يعني دي انواع اعاقات. بس احنا بنتخيل ان هم يعني دول بس، لا ده في حاجات ثانيه زي صعوبات التعلم وزي بطيء التعلم، وزي يعني في حاجات انواع حضرتك يعني ما اقدرش احصرها في البرنامج. طيب، طب حضرتك يعني بما ان حضرتك يعني حضرتك عندك طفل ومريتي يعني مريتي بالتجربه قدامنا، يعني احنا لو بنتكلم مثلا عن تخصص بيكون مثلا الدكتور قاعد او الخبير قاعد، برضه ممكن ما يكونش مر بحاجه زي دي. فحضرتك دلوقتي مريتي بحاجه زي دي، فعايزين برضه يعني نعرف الساده المشاهدين برضه حضرتك نموذج مشرف، فكان ايه يعني ايه رد فعل حضرتك لما عرفت حاجه زي دي؟ اولا طبعا بغض النظر ان انا درست في علوم الهندسه الوراثيه، بس انا من الستات اللي كانت خلاص يعني خلاص درستها وقعدت في البيت. لما ربنا اكرمني بالصغير اسماعيل ان هو داون سيندروم،
فده خلاني تغيرت 180 درجه. خلاص انا مش الست الكسوله اللي قاعده، لا ده في كائن معايا محتاجني جدا جدا، محتاجني اكتر من ابوه واخواته، محتاجني اكتر حد محتاجني في الدنيا. كنا بنقول كده في المقدمه فعلا ان الام هي اكتر داعم للطفل. وكنت بين يعني ايه، طبعا المشاعر الامومه اللي بتصيبنا في اول ما بنلاقي الطفل، وخصوصا الداون سيندروم، ليه مشكلته بتبقى في البدايات ان احنا بنعرفه مجرد ما بيخرج من اوضه العمليات. بس احساس حضرتك يا باشمهندس غير اي ام ثانيه، لان حضرتك متخصصه في العلم. انا عرفته على طول. يعني انا عرفته على طول اول ما شفته بعد الولاده، عرفت ان هو عنده مشكله. يعني انا اكتشفت ظروف اسماعيل وهو عمره تقريبا يوم بالظبط. انا توافقت، ما يعني انا زي كل امهات الصدمه كانت صدمه شديده جدا. طب حضرتك ما قدرتيش تعرفي مثلا اثناء فتره الحمل بالسونار او الكلام ده؟ لا هو بيتعرف، بيبان الداون سيندروم بالاخص بيبان. بيبان بتحليل سائل امنيوسي، بتحليل تريبل تيست، تحاليل بتتعمل مش بالسونار يعني؟ لا مش بتحاليل معينه. لا في سونارات 4 دي وحاجات اللي هي متقدمه جدا. لو الناس عندها يعني ايه قلق من حاجه بتعملها. بس الدنيا كانت ماشيه كويس، ما فيش مشكله لا سن مثلا، لان برده عوامل السن ان مش موجوده، ان انا سني كبير او حاجه، ما عنديش الاسباب اللي تخليني اقلق من حاجه زي لا سن ولا زواج اقارب ولا حاجه خالص، ولا نفسيه سيئه خالص هي خالص. بس بقول لك ان احنا الصدمه كانت رهيبه. الصدمه اللي هي يعني ايه، طب ده صدمه مش رفض، انا بالنسبه لي كانت صدمه. طب يا ترى ده هيكون ايه، يا ترى ايه اللي هيحصل له، هعمل معاه ايه، ايه تطوراته، يا ترى هيعيش هيموت، يا ترى المجتمع هتقبله، طب اخواته، طب باباه، طب هعمل معاه ايه. كل دي اسئله طبعا. بس انا في محافظه بعيد عن القاهره، فالمحافظات بعيد عن القاهره ما فيهاش الخدمات الكافيه اللي تخليك تبقى مطمن حتى ان انت تودي ابنك لو عنده مشكله. بس الفرق بيني وبيني واللي خلاني يعني ابقى موجوده حتى قدامكم النهارده، هو ان انا فقت بدري. يعني انا تقريبا عند عمر اسبوع من سن ابني كنت خلاص بدات اعمل الفحوص واتاكدت ان هو عنده مشكله. بدات ادخل بالعلاج اللازم ليه، حتى لو كان من بره مصر كنت بجيبه، وبدات على طول في التدخل المبكر اللي هو اساس شغلي دلوقتي. أيوة. خلاص انا اكتشفت المشكله فين، وبعد كده دخلنا بالعلاج المناسب مع الاطباء المتخصصين. وعايزه اقول ان في مصر في تقدم رهيب من سنين طويله، مش من سنه او اتنين، في خدمه ذوي الاعاقه عن طريق الدكاتره والمركز القومي للبحوث. يعني في تقدم مناسب يعني العلم على مستوى العالم يعني. طب هل تدخل حضرتك المبكر في العلاج يعني فرق مع حضرتك؟ طبعا فرق معايا. فرق معايا لان انا كنت، بص حضرتك، البيبي اللي بيحصل معاه تدخل مبكر وده شغلانتنا. لما في ديفو عند الطفل او اي تاخر عنده، كل ما تتدخل بدري، كل ما يبقى الشغل معاه بدري، انت بتقلل الجاب اللي هتحصل بين العمر العقلي وعمر الزمني. بمعنى يعني مثلا هو عمره 5 سنين داون سيندروم، عمره الزمني، ولكن عمره العقلي من غير اي تدخل ممكن يبقى عمر سنه او سنه ونص. أيوة. انما بالتدخل وبالشغل معاه العلمي الصح، من تدخل مبكر وتاهيل وتخاطب وتنميه قدرات ومهارات، حاجات كتير قوي، الجاب دي بتقصر. مش هقول لك هتبقى 5-5، كنت لسه هقول لحضرتك ممكن يبقى انسان طبيعي. بص حضرتك، اللي بنعمله مع الاطفال بالسيستم اللي احنا شغالين بيه بنظامنا احنا، بيفرق كتير جدا معاهم. يعني بيخليهم في كل نواحي الحياه تقريبا نورمال، فيما عدا ممكن يكون تاخر دراسي، ممكن يكون تاخر في الجزء التحصيلي، مش مشكله. انما احنا مهمتنا ان احنا نخليهم يعتمدوا على نفسهم، ان هم ياكلوا نفسهم، يشربوا نفسهم، يلبسوا، ان هم يتعلموا الكتابه والقرايه، ان هم يتعلموا حرف ومهن، ان هم يتكلموا كويس. طيب استاذ حضرتك معانا اتصلت مداخله تليفونيه. فاطمه اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت، انا كل اللي انت قلت عليه في الحلقه ده ينطبق عندي حالا بنفس الحوار ده، وبس مش بلاقي بقى المراكز اللي تعمل البوش اب. هو حضرتك فين؟ حضرتك في محافظه؟ انا عايزه اتواصل مع حضرتك، انا معادي في القاهره. تمام. هو انا تحت امرك طبعا، ما فيش اي مشكله خالص. في اي سؤال طيب حضرتك عايزه توجهيه للبشمهندسه؟ حضرتك طبعا. يعني انا الحاله اللي معايا ذوي اليمن 20 سنه، كل اللي انت قلتيه ده عندي. داون سيندروم ولا تاخر؟ بطيء تعلم. بطيء تعلم. اوكي تمام خلاص، احنا هنتواصل مع حضرتك بعد الحلقه ان شاء الله. رجاء ما تنسونيش، لان انا بدات لقيت حد بيهتم بالنقط اللي انا عايز ادور عليها. لا حاضر حاضر، اكيد اكيد. أوكي. وتابعينا على مدار الحلقه. شكرا استاذه فاطمه. هو طبعا انا فعلا عارفه ان المجتمعات في مصر بتفتقد للدور او المراكز المتخصصه اللي بس حضرتك كنت بتقولي في المحافظات اللي بره، هي في المعادي يعني في القاهره، هقول ومش لاقيه برضه في مشكله.
احنا لما انا كنت في لما انا طب في ايه السويس اسباب يعني اسباب الموضوع ده، اسباب المشكله دي ايه برضه؟ لان اكيد في اطفال كتير جدا كده. اه طبعا لا في بص انا طبعا متوقعه ان المكالمات هتبقى اكتر من القاهره ومن المدن اللي حوالينا مش المحافظات، لان انا في محافظه السويس، محافظه السويس مش كبيره وعددنا مش كبير هناك، فبالتالي لما عملت اكيد الاطفال مش هيبقوا برضو عددهم كبير، عددهم كبير عددهم كبير في ولكن المحافظة؟ بس ولكن احنا عملنا هناك حاجه صرح، ويعني مش هقول اسم بس عاملين حاجه علميه متخصصه بتاخد الطفل من هو رضيع نشتغل معاه ما شاء الله عندي شباب 20 سنه. القصه ان في القاهره الاماكن مفتقده الخدمه دي، ليه؟ الاماكن غاليه جدا كعلاج جداً. كعلاج فقط مش كمن اول تأهيل. لحد تأهيل بس. الحاجه الثانيه الغلاء، يعني الجزء المادي الاستثماري في لان الولاد للاسف مكلفين. يعني الطفل انا عندي طفل ذوي احتياجات خاصه بيكلفني 5-6 اضعاف الطفل الطبيعي في كل حاجه، في علاجه واطبائه وطريقه اكله وشربه، وبعدين محتاج تخاطب، محتاج تنميه قدرات ومهارات، كلها دي فلوس. صح طبعا. فبالتالي بيكلف الاسره مبالغ غير عاديه. طب ده احنا بنيجي لغايه مثلا 2-3 سنين ومحتاجين مكان نوديه فيه، المكان ده بيقدم له الخدمه جواه مش اقل من 5-6 اخصائيين. لا يعني تخيل حضرتك الكوست قد ايه للطفل في المراكز دي. فللاسف مش موجود الاماكن اللي تقدم الخدمه بسعر مخفض او بسعر بسيط او حتى من غير فلوس بسهوله في مصر. واذا اتقدمت مش هتتقدم كما ينبغي، مش هتتقدم الـ يعني الـ مش عارفه اقول يعني كفاءتهم مش قد كده يعني بالظبط كده. فدي المشكله اللي بيعاني منها اكتر، وخصوصا الام اللي كلمت ابنها صعوبات تعلم، صعوبات التعلم بيجد مشكله اكبر. بس انا برضو بقترح يا باشمهندس ان زي ما في مستشفيات علاج السرطان اللي احنا بنشوف الاعلانات بتاعتها دي بالمجان، يبقى المفروض يكون في مركز زي ده، مركز كبير والعلاج بالمجان. ما هي عاوز تبرعات يعني تبرعات وتبرعات كتيره، والوضع العام في العالم مقلل جدا الحجم الفند الموجود او الدونيشن اللي بيجي للاماكن اللي زي دي. يعني مش زي ما حضرتك بنشوف، لا الوضع صعب جدا. وانا اقدر اقول لك حاجه زي كده، يعني احنا اولا الاماكن دي انت مش معفي من اي يعني مصاريف، انت بتاع كهرباء وتامينات فالموضوع مكلف على اصحاب الدور دي. هو الموضوع متشعب جدا هيحتاج يعني نتكلم فيها بعدين. وبعدين انا اولا من خلال شاشتكم انا تحت امر اي حد يكلمني، واتمنى ان انتوا فعلا تسيبوا نمرتهم واقدر اوجههم. لا اي حد عايز يتواصل معانا الباشمهندسه معانا وهترد على اي سؤال برضو عند حضراتكم يعني، ونقدر نعمل اقدر اوصلهم للاماكن المناسبه باسعار كويسه في القاهره. ولكن نرجع لموضوعنا اللي هو الانواع زي ما قلت. عايزين نرجع نعرف بالظبط كده انواع التاخر عند الاطفال. بص هو التاخر زي ما قلت لك التاخر ذهني كتير جدا جدا. يعني انواع كتيره جدا، وفي حاجات كمان الاهالي بيتجاهلوها وما بيحسوش بيها الا لما الطفل يوصل مثلا سن المدرسه ويلاقوا ان الكلام عنده فيه مشكله، فيبداوا لا ده ابني ما بيتكلمش كويس. طب انت ما لاحظتيش مثلا وهو عمره 2 سنين ان هو ما بيتكلمش 3 سنين، ليه تركت الولد او البنت لغايه عمر المدرسه؟ هنا بيتدخل بقى الثقافه الثقافه بتاعت الاسره. تلاقي الجده بتقول لا سيبيه بكره يتكلم، ده ابوه اتاخر، ده اخته اتاخرت، ده عمه اتاخر، ده غلط كبير جدا. ده كل الاولاد كده، كل الاطفال كده، ده مش مظبوط. لان بص حضرتك في كتالوج كده رباني للطفل من عمر يوم لغايه عمر 6 سنين، المفروض في كل مرحله عمريه بيقدم ايه او بيعمل ايه. يعني بيتكلم في بيناغي، بيلاغي، بيحبي، بيقعد، حاجات كتيره جدا. دي المتخصص ولا يعرفها المتخصص مش الاب او الام، والام برضو اللي عندها يعني اللي عندها خبره، اللي عندها اطفال قبل كده وفي اسره. ما احنا برضو احنا عشان كده بقول لك البيئه عليها عامل. طب انا في سؤال مهم يا باشمهندس، هو ممكن التاخر ده يحصل مثلا في الطفل الثاني او الثالث، ولا هو بيكون شرط عن الطفل الاول؟ لا عادي الثاني او الثالث، ممكن 2 أو 3 في الاطفال. ما هو بس ممكن يبقى كده حد عادي خالص وحد عنده تاخر عادي. عادي مع انا ولادي طبيعيين عادي، وابني صغير داون سيندروم ما فيش مشكله فيه. يعني ما فيش مشكله فيهم يعني، اقصد بس القصد في الكلام ان وجود طفل عنده مشكله في اي اسره بيمثل عبء كبير جدا جدا، عبء مادي وعبء نفسي. ونيجي بقى الحته اللي بعد كده، العبء المجتمعي اللي هو يعني ايه، انا كأم هاخد ابني واخرج بيه ازاي انت هتتقبله؟ يعني ازاي انا اخلي ابني بسهوله الناس تقبله؟ هل افرضه عليهم وهو عنده تاخر، وهو عنده هايبر اكتيف، وهو عنده عنف، وهو عنده وانا اسف كلمه يعني بيريل او مش نظيف؟ طب تعمل ايه الام؟ لا الام عليها دور كبير جدا. ايه الصح اللي ممكن تعمله؟ اولا اي ام ربنا اكرمها وهب لها طفل عنده
اي ديفو او اي تاخر يجب ان هي تهتم بيه بكل النواحي. اولا التدخل المبكر مهم جدا جدا. هنفترض ان ام اكتشفت المشكله وهو عنده سنتين او ثلاث سنين، لازم على طول تروح لمتخصصين سواء دكاتره او اخصائيين. في الغالب الدكتور دوره هو التشخيص، يعني يقول ايه ده مريض عنده كذا، ده عنده مثلا كهرباء في المخ، ده عنده ضمور في المخ، ولكن او عنده متلازم دواء فمحتاج ادويته. انما نيجي الاخصائيين اللي هم بيشتغلوا في التخاطب وتنميه القدرات والمهارات والكلام ده كله، هم اللي بيكملوا معانا، هم اللي بيكملوا. وما ينفعش ام لوحدها تشتغل، مش هينفع. يعني مهما انا اشتغلت لا، انا لازم فريق عمل. مهما وفرت له اللي هيتعمل في المركز، في يعني في امهات بتوفر في البيت جميع الادوات وبتوفر الكمبيوتر والكلام ده كله، برضه مش هتقدر تساعده. انت حط الطفل في وسط اربع حيطان. من ضمن الحاجات اللي بتعلي مهارات الطفل خروجه بره البيت، بيتعامل مع ناس تانية، يعني بيتعامل مع ناس تانية، بيشوف حاجات تانية وهو ماشي من طريقه من بيته للمدرسة، بيشوف شجر، بيشوف عربيات، بيشوف حيوانات، بيشوف ناس مختلفة. دي كلها بتنمي مدارك الطفل. زائد طبعا التهوية، الأكسجين، ان هو بيشم، يقدر يشم أكسجين، ده بيساعده كتير على انه حالته تتحسن. طب الأم اللي عليها عامل طبعا في البيت تاني خالص هو الاهتمام بالطفل، الحالة النفسية بتاعته والنظافة الشخصية. يعني انا عايزة ابني انت تتقبله، ما ينفعش اغصبك تتقبله وهو زي ما قلت لك بيريل او بيتف او عنيف او اما تشوفه هيضربك، ما ينفعش. فبالتالي لما يروح للمتخصصين بيعملوا له تعديل السلوك المناسب، بيعملوا التاهيل ليه، بيأهلوه ان هو يبقى مناسب انه يخرج بيه. انا كنت دايما بقول الكلام ده لكل فريق العمل عندي وكل اولياء الامور، اهم حاجه عندي هو مش هيطلع دكتور او مهندس، اهم حاجه عندي سلوكه واعتماده على نفسه، ان انا اخفف العبء عن الاسره انه بدل ما هو لابس بامبرز لغايه عمر 10 12 سنه، لا يبقى التويلت تريننج، يتعلم. لان في بعض الاسر كساله مش عايزين يعملوا مع الابن، سايبين كل حاجه للدور ويرجعوا يعني يندبوا حظهم ان هم عندهم ولا عنده مشكله. طب يا دكتوره مش مهندسه، عايزين دلوقتي يعني من وجهه نظر حضرتك الاطفال اللي هم عندهم تاخر، ايه اكتر حاجه بيحتاجوها في المجتمع عشان يتعايشوا معاه؟ اولا هنتكلم صح، وجود اماكن مناسبه ليهم، اماكن مؤهله واماكن اللي فيها فريق، يعني الدور او المراكز اللي تقدر تاخد الولاد دول فيها بحيث ان هم يتاهلوا صح. الحاجه الثانيه التقبل، يعني ان الناس تتقبلهم زي ما انا قلت. هي بص هي دايره، يعني انا عشان انا طالبه ابن المجتمع عشان ابني يتقبلوه، اولا يتوفر لي السبل اللي تريحني. يعني دلوقتي في قانون طبعا رائع جدا اللي هو طلع لذوي الاحتياجات الخاصه، عايز اقول لك ان البطاقات بتطلع ولكن يعني ما طبقتش لغايه دلوقتي، ما اتفعلتش. ما زلنا لو في طفل مريض منهم او حاجه بنبهدل عشان نروح المستشفيات المختلفه. المفروض ان التامين الصحي يبقى اجباري في جميع المستشفيات. انا ابني مريض او عنده مشكله ادخل المستشفى، ما استناش ان انا اخد بقى تقرير من اداره التاهيل او هنا او هنا عشان ده بيموت. انا بكلمك عن حالات اوريدي موجوده. يعني التبسيط والتيسير لينا كاسر ولولادنا ان احنا وقت ما يتعبوا او حاجه، لان الاعاقات الذهنيه بالاخص بتحتاج علاج مدى الحياه وبتحتاج رعايه طبيه مدى الحياه، مش بيجي في وقت معين نقف ونقول خلاص ايه ده كبر خلاص. للاسف احنا ما زلنا بنجد صعوبه في المستشفيات واحنا بنودي ولادنا، وبنعاني بقى من الروتين الحكومي في البطء في الاجراءات اللي بتخلينا ان احنا نقدر دي حاجه. يبقى انا عايزه ان المستشفيات تتعاون معانا والمجتمع يتعاون معانا في ان اي ام عندها طفل عنده مشكله تخلق مشكله صحيه تخلص على طول. أي. الحاجه الثانيه برضو انا عايز اعرف يعني بالنسبه للطفل نفسه، يعني اقدر ازاي اوفره اللي يكون محتاجه عشان يعرف يتعايش برضو مع المجتمع؟ بص في الاعاقات الذهنيه، لان الاعاقات خمسه على مستوى العالم، انكسار القامه والسم والمكفوفين والاعاقات الحركيه والذهني. لما نيجي ناخد البرانش بتاع الذهني ده دسم جدا مليان، فهم متنوعين واحتياجاتهم كتيرة. احتياجاتهم من أول كراسي متحركة، من أول سماعات، من أول طرق تكون مؤهلة ليهم، من أول توفير الأدوية بتاعتهم، الأطباء المتخصصين، الأخصائيين، حاجات كتيرة جدا. النوادي المتخصصة، الألعاب، ما روحش نادي عشان ألعب فيه يحط لي ميعاد بعيد عن المواعيد العادية فألعب في عز الشمس عشان ما اختلطش بالولاد النورمال. يعني حاجات كتيره جدا مطلوبه ليهم. احنا اسر الاطفال اللي عندهم اعاقات ذهنيه او تاخر باي صوره عندهم مشاكل في المدرسه، مشاكل في التعليم نفسه، لان احنا بنحتاج حاجتين: دور مؤهله
تاخد ولادنا تعلمهم وتأهلهم وتعملهم تخاطب وتنمية قدرات ومهارات وحاجات كتيرة، واللي فيهم ينفع ان هو يكمل في التعليم والدراسة يلتحق بالمدارس اللي تناسبه. برضو احيانا بيعاني من المدارس اللي بيروحوها، لان مدارس لا المدرسين مؤهلين ان هم يستقبلوا حالات زي دي، رغم ان في دمج موجود في مصر، ولا حتى الولاد اتعمل لهم التهيئه، الولاد النورمال ان هم يستقبلوا اخواتهم اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه. طيب رغم كل اللي حضرتك ذكرتيه ده، يعني الطفل نفسه يقدر يفرض نفسه في المجتمع؟ اه طبعا. ازاي؟ بص، اذا تم تاهيل الطفل صح وتدريبه صح وتعديل سلوكه مظبوط واصبح كده، يعني هم اساسا كلهم كل واحد فيهم عنده مهاره مختلفه. فالاطفال لما تعمل معاهم شغل حلو قوي في التدخل المبكر وتنميته قدرات البهارات، تلاقيه عند 5 6 سنين كده الولد ده ما شاء الله عليه، يعني بيلاغي وبيتكلم وبيلعب رياضه وبيتحرك وبيروح. فحته فرض نفسه على المجتمع بيبقى يعني من شخصيه الطفل نفسه. يعني انا يعني لو قلت على سبيل المثال، انا ابني شخصيه عامه في المحافظه اللي انا قاعده فيها. اتعمل الكلام ده ازاي؟ انا كنت بفرضه ابني من حضرتك، من الكلام ده من حضرتك. يعني بقيت يعني الناس يشوفوا في كل حته ويشوفوا كويس، كان الاول بيستغربوه وهو صغير، لا دلوقتي معروف في كل مكان، اللايف بتاعه الناس كلها بتشوفه، بيتكلم مع الناس، داخل قريب ممكن يمثل في فيلم، يعني اصبح. بس الاهم من ده ان هو شكله وسلوكه وهندامه هو كمان بقى معتمد على نفسه، قريب من الطفل العادي. بالظبط كده، بالظبط كده. فانا بفرض كأم الدور كبير قوي على الام، والموضوع مش بسيط، يعني الام عليها عبء كبير انها تؤهل هذا الابن ان هو لما ينزل للمجتمع الناس تحبه وتتقبله. فطبعا ده كله بيعمل ايه؟ بيخلي الولد نفسه لما حضرتك تتقبله وغيرك يتقبله بيبقى حابب نفسه، حالته النفسيه هتكون افضل كتير كتير، بيتكلم اكتر احسن، سلوكياته تبقى احسن، بيتعلم منك كمان. زائد حاجه تانية هقول لحضرتك حاجه، ان هو بيعلم اللي حواليه، يعني الولاد دول بتلقط اي حاجه غلط، بتلقط صح والغلط، بتبقى مركزه في اللي قدامها بيعمل ايه بالظبط. بالظبط. فبدات ان انا مثلا في المجتمع اللي حواليا، لا يعني اللي حتى متعود مثلا يقول لفظ كده او يشتم او يعمل اي حاجه، لا البيهيفير بتاعك لازم يبقى كويس عشان هم يبقوا كويسين. يعني ما فيش طفل ذوي خاصه قليل ادب او صح. مثلا عنده حاجه كده هو من نفسه او اعاقته سبب ان هو يبقى عنده مشكله في سلوكه، لا بيبقى المجتمع عليه عامل. طيب هل الاطفال ذوي الهمم يعني احتياجاتهم في المجتمع او مطالبهم في الحياه بتكون واحده؟ لا طبعا، لا يعني كل اعاقه إيه لها يعني، اولا خلينا نتفق ان في حاجه رئيسيه ان هم كلهم بيحتاجوا الحب والحنان والرعايه والاهتمام وتوفير حاجات كتيره قوي بالنسبه لهم، سواء الحاجات اللي لكل الاطفال لكل الاطفال. انما كل واحد فيهم ليه احتياجاته وليه ادويته وليه المكان اللي الناس بيروحوا او ما يروحوش، ليه الوقت اللي يخرج فيه وقت ما، يعني في اطفال عندها كهرباء ما ينفعش مثلا تخرج بالنهار في الشمس في الحر ده تتبهدل، يجي لها نوبات كهرباء. في اطفال محتاجه تروح اماكن، لو هتنزل حمام سباحه وتتدرب لابد من مدربين متخصصين تعلمهم، مش كل الالعاب يقدروا يلعبوها. فكل اعاقه ليها او كل تاخر او كل حد من ولادي من ذوي الهمم محتاج ليه احتياج خاص. الاحتياج ده بيفهمه امه والاخصائي اللي بيشتغل معاه. طب والدته ازاي تقدر يعني تعرف احتياجاته ايه؟ اكتر حد بيعرف احتياجات الام، تعرف احتياجاتهم كل حاجه، تعرف طبيعه الاكل بياكلوا ايه، الاكل مثلا لو في حاجه بتعمله حساسيه، لو في حاجه ما بيحبهاش، بيحب الاغاني، بيحب يعني لبسه شكله ايه، يعني الام هي اللي بتكون شخصيه الابن. طيب ممكن يعني ممكن حضرتك تنقلي تجربه حضرتك مثلا للامهات، تعرفيهم برضو ازاي ان هم يقدروا يتعاملوا مع اطفالهم؟ هو التجربه بتاعت ابني اسماعيل هي تجربه كانت شديده، لان انا لما هو ربنا اكرمني بيه ما بقاش هو بس هو الرئيسي عندي، يعني انا اصبح دلوقتي يعني بنرعى مثلا زي سمعه مش اقل كتير. مثلا من 200 او 300 شاب من كل الاعمار. تجربتي انا الام اللي بقولها عينها على ابنها، ما تامنش ان هو عشان يتحسن او يتكلم انها تسيبه لاي حد. ممكن يتراجع تاني؟ طبعا ممكن يتراجع تاني، وممكن احنا بص حضرتك الدور بتاع ذوي خاصة بتشتغل طول السنه، مش حاجه اسمها اجازه 3 4 شهور مثلا. لا لا، اذا خدنا اجازه يعني الكورونا مثلا خلتنا قعدنا فتره، كل الولاد راجعين وحشين جدا، وحشين بمعنى نسيوا طبعا. نسيوا الكلام، نسيوا نبدا من اول وجديد بقى بالظبط. اتحبست البيت عملت باد بيهيفير عندهم. فالام لازم ابنها ده تهتم بيه جدا جدا، دايما تخاف عليه،
مش هقول ان هي تيجي في وقت تبقى مطمنه خلاص ان هو مع اخوه او مع اخته او مع ابن الجيران او مع لا 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 لا. اولا عيني دايما على ابني مهما كان عمره، لان انا عند ابني 23 سنه بس عمره العقلي عمره الزمني ممكن يكون مثلا 14 ممكن يكون اقل من كده. كل سلوكه لكن بخاف عليه طبعا. بخاف عليه من المجتمع كمان يعني لا أأمن، لأن بيحصل استغلال أحيانا في بعض الأماكن للولاد، ولادنا ذوي الاحتياجات الخاصة، فيبقى فيه تنمر، بيبقى فيه تحرش بيهم. فبالتالي أي أم عندها ولد ذوي احتياجات خاصة إن شاء الله يكون عمره قد إيه، لازم تبقى واخدة بالها منه وعينها عليه ومربية إخواته على احتوائه، ان هم بدائل ليها يعني. يعني اخوات لو ابني هي مش موجوده، مش لو موجودة. هي طبعا مش فاضيه هم اهم يتكلم. حاجه، لان هو ليه انا بفضل اسم ذوي الاحتياجات الخاصه عليهم، لان اولا احنا كلنا من ذوي الاحتياجات الخاصه، كلنا كل واحد بطريقه ما كل يعني واحد له احتياجاته بالظبط كده. فالاحتياج الخاص ده بيفضل عند الانسان يعني تقريبا مدى العمر، بالذات ولادنا دول يعني بالذات الذهني. يعني عارف حضرتك السم او المكفوفين او قصار القامه او كده كله بيتجوزوا بيخلفوا بيشتغلوا، انما نيجي للذهني عندنا مشكله، بننمي القدرات وبننمي القدرات العقليه ولكن بيفضل عندنا تاخر موجود. مش كلهم بيتجوزوا مش كلهم بيشتغلوا، اغلبهم بيبقوا دايما ملازمين لاسرهم في البيت. طيب استاذ حضرتك ناخد اتصال تليفوني. اتفضلي يا ام يوسف. الو السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت انا كنت عايزه اعرف هو ذوي الهمم اللي عندهم تاخر عقلي مش ماشي مع الزمن بالنسبه للحاجات الاجتماعيه، يعني بنوتي عندها 20 سنه، حد كلمها تتكلم، ما تكلم حدش كلمها، وبادر هو في الاول هي ما تهتمش تمام، ومودها دايما متقلب دايما حاسس ان هي مش عارفه هي عايزه ايه. يعني ساعات بقول لك انا عايزه الحاجه وتصر عليها 3 4 ايام لو ما جاتش تمام، وهي شكلا مقبوله جدا وفي التعليم ما عندهاش صعوبات تبقى تعلم. هل في حضرتك اعرف اتواصل معاك ازاي؟ هو برضو انا تواصل معايا عن طريق برضو البرنامج برضو بعد يعني خدوا نمرتي وانا تحت امركم. بس طبعا عايزه اقول لك حاجه، وتابعينا برضو يا ام يوسف الباشمهندس برضو هتقول لحضرتك يعني بقى. اولا طبعا بنوته عايز رقم حضرتك بس انا حاضر. اوكي بعد الحلقه. اوكي يا ام يوسف يعني انا ممكن لو اكتب طبعين. حتى انا اقول نمره المركز المؤسسه مثلا عندي او حاجه حد يرد عليها عليهم دلوقتي، يبقى مجرد ما اخرج يكلموها يعني لو انتوا حابين. طب هم في الاعداد هيدوها الرقم. ممكن حضرتك برضو تقولي لها برضو اجابه برضو كده سريعه. اما طبعا بص اولا بنوته عمرها 20 سنه يعني عندها مشاكل كتير مش بسألت بس بطيء تعلم. اولا احنا في فتره مراهقه وبلوغ، فطبعا العوامل السيكولوجيه دي الخاصه بالبنت والفسيولوجيه ان هي كبرت مع قاعده في البيت مع جزء بطيء تعلم متاخر والكلام ده كله طبعا بيأثر فيها نفسيا جدا جدا. هتلاقي في الفتره دي فتره انطواء لان هي مش قادره تظهر، هي في خلل. هي برضه بتقول لحضرتك لو ما حدش كلمها ما بتتكلمش، مش هتتكلم لان هي مرحله المراهقه عند النورمال احيانا بتصيبهم كده ان بعض الولاد في مرحله البلوغ والمراهقه. هل مرحله المراهقه بتختلف؟ ما بتختلفش بس عندهم اصعب ان هم مش قادرين يعبروا ان هم بلغوا وعندهم احتياجات، مش قادرين يعبروا. الولد مش قادر يعبر ان هو بيميل لبنت مثلا فعنده احتياجات، او البنت ما تقدرش تعبر عن احتياجاتها. ده الفرق، هو البلوغ طبيعي سواء الولد او البنت بس بيكون اصعب، بيكون اصعب عندهم لان هم مش فاهمين. طب انا هعمل ايه؟ طب نيجي للبنوته اللي هي عمرها 20 سنه اللي عندها بطيء تعلم زي ما متى بتقول، هي هتبقى شكلها مقبول ونورمال يعني مش داون يعني شكلها طبيعي يعني. طبعا في الوقت ده بيزداد حيائها وبيزداد خجلها وبيزداد بعدها عن المفروض هي تنشغل يعني تبقى مشغوله 20 سنه يعني خلاص سيبك بالتعليم مش ده موضوعنا. لازم البنت تتعلم حاجات معاكي في البيت بما ان هي شكلا طبيعي ومفيش ما عندهاش اعاقه حركيه، مش قاعده على كرسي متحرك مش بتشيليها وتحطي فيها زي بقيه الحالات الثانيه. لا انت علميها تساعدك في البيت، دخليها معاكي المطبخ، علميها تساوي السرير، تنشر غسيل، تلم، خلاص اهليها ان هي كبنوته تقدر تساعدك في البيت. اولا انت بتشغليها مش بتخليها ان هي يعني تنطوي وقت طويل فبالتالي تبقى مع نفسها بتفكر مع نفسها في حالتها حتة رغباتها او ان هي بتحتاج طلب وبتقعدوا يومين ثلاثة وتفضل تصر عليه، هي شيء طبيعي، هي فاضية هي عندها وقت فاضي فما عندهاش اللي ما يشغلها. لازم تبقى في مركز، المركز بيساعد ان بعد ما بنأهل الولاد في مرحلة معينة يبدأوا يشتغلوا
اشغال ابره، يشتغلوا خياطه، يشتغلوا في الاكسسوارات، هات لها مجموعه من الاكسسوارات تعمل عقد، تعمل انسيال، تعمل حلق. الحاجات دي كلها بتشغل البنات وبتخليها تحس ان هي عملت حاجه مفيده ليكي وللبيت. وبرضه انا تحت امرك وتليفوني هسيبه مع طيب الـ احنا معانا اتصال تاني. ايمان اتفضلي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. عايزه اتوصل للدكتوره. في سؤال للدكتوره يا فندم؟ لا. طب هي الدكتوره الباشمهندسه مع حضرتك اهي، اتفضلي. اتفضلي يا استاذه ايمان اسالي. لو سمحت يا دكتور، انا مع طفل عنده 10 سنين سلوكياته غلط. عنده 10 سنين وسلوكياته بس هي اللي غلط؟ تعاملوا مع اخواته كده يعني عصب على طول، وبعد كده الضرب فيهم وعنف على طول، يعني ما اعرفش الكلام الاخر، يعني احس ان هو عصب على طول 24 ساعه على طول. يعني ده عنده فرط حركه كمان؟ زياده عن اللزوم برضه. وعنيف. طيب يعني بص حضرتك، هو طبعا الموضوع ده موجود عند ولاد كتير جدا، في حاجات بتتحكم في الولاد وتزود فرط حركتهم، طبيعه الاكل اللي بياكلوه وطبيعه الادويه اللي بياخدوها. يعني مثلا لو تلاقي طفل مثلا بيجي له نزلات برد كتيره والكلام ده كله، بياخد انتي بايوتكس، ده من الحاجات اللي بتزود فرط الحركه، زائد الحلويات والسكريات والالبان البقري، دي من الحاجات اللي بتزود فرط الحركه عند الولاد اللي عندهم استعداد. تابعيني يا استاذ ايمان. طيب يعني هي بتقول لحضرتك برضه ان هو عنيف. ما العنف وفرط الحركه والتعدي على اخواته، طبعا هو الموضوع ما بيتصغش في جملتين. اكيد في اسباب ثانيه كتيره جدا، ممكن تكون اسباب بيئيه، اسباب وراثيه، ممكن لان واضح من لهجتها الام ان يعني ممكن تكون مثلا من الاقاليم او حاجه يعني. فبالتالي ممكن احيانا في بعض البيوت ما بيتحركوش، طبعا الولد شكله طبيعي فما عندوش مشكله. طب هو عنده فرط حركه وعنيف، ده علاجه سهل؟ تقدر تعدل سلوكه في المنزل يعني؟ لا تقدرش برضه، هي محتاجه هي تتدرب عشان تعلم سلوكه، تعدل ارشاد سلوكه. اسري يعني؟ طبعا هي محتاجه. او مكان، بما ان هو صغير، هو عمره مش كبير، ده 10 سنين 11 سنه، مكان يروح ياخد جلسات تعديل سلوك وتنميه قدرات المهارات، لان ده هيفرق كتير، زائد ان طبيعه اكله ما يشربش بيبسي، ما يشربش الحلويات والسكريات والمواد الحافظه والفشار الكتير، وزي ما قلت الالبان البقري. لان ليه الالبان البقري دايما الناس بتتجاهلها؟ يعني الالبان البقري يشربها ولا ما يشربهاش؟ لان طيب؟ الولاد اللي عندها فرط حركه عندها استعداد للكلام ده. فالالبان البقري بتاخد هرمونات وبتاخد ادويه، علشان يعني في المزارع بيدوهم هرمونات وحاجات عشان يتزود ادرار اللبن. فلما بيتصادف الكلام ده مع طفل من الاطفال اللي عندهم استعداد لفرط الحركه، تلاقي اللبن بيبهدل الدنيا. فبنمنع في حاله زي دي مننا كل منتجات الالبان والحلويات والسكريات، بنستعيد بالكلام ده منتجات فول الصويا زائد البروتينات ايا كان نوع البروتين. والخضار، لان الخضار بيحتوي على الاكسجين، فهو بيحتاج الحاجات دي عشان تقلل من الفرط الحركه اللي عنده. وبيفرق كتير، بيفرق كتير حتى مع الاخصائي اللي بيشتغل، لما الطفل مامته بتقلل كل الحاجات دي تلاقي الطفل بيستجيب اكتر في الجلسه. تمام. طيب هنرجع لبرضه لاولادنا ذوي الهمم. في اهل يا باشمهندسه بيخجلوا من اطفالهم ذوي الهمم خوفا على شكلهم الاجتماعي او تنمر الناس، فبيخبوهم في البيت وبيحرموهم من دخول المدرسه وممارسه الانشطه الاجتماعيه. يعني في راي حضرتك يعني ازاي الاهل يفخروا ان عندهم نعمه زي دي وينموا مهاراتهم، واولها برضو في التعامل مع التنمر اللي هم ممكن يواجهوه بره في المجتمع؟ اولا انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا، خلينا الاهم مش يفخروا، ازاي اسره مش عارفه اقول ايه، يعني تتضايق من وجود عندها طفل ذوي احتياجات خاصه، موجود الكلام ده، وموجود امهات بترفض ولادها دول، وموجود ابهات بيرفضوهم ومش عايزينهم، في ام تسيب بيتها تماما طالما ولد عنده مشكله تسيبه لابوه وتختفي. انا بكلمك من واقع الحياه. طيب ده جزء انساني، انا مش هقدر ان انا اتحكم في انسانيتها واقول لها انت انسانه او مش انسانه، هي يعني برأت تماما من انسانيتها كأم وتخلت عن ابنها اللي محتاج لها ده، فانا مش هقدر اتكلم معاها. لما نيجي للام اللي هي تفخر بابنها ازاي، زي ما انا قلت من شويه، لازم يحصل تدخل مبكر معاه، لازم تهتم بكل صغيره وكبيره متعلقه بيه، طبيعه اكله، سلوكياته. ما فيش حاجه اسمها ان هو عشان هو عنده تاخر فيقعد على الكرسي كده مكانه ويبقى مربع رجليه، ده سلوك مش مظبوط. ازاي شاب عمره 15 سنه مثلا، انا بقول لك ان بعضهم بيعمل كده ويقعد مربع رجليه عشان هو ذوي احتياجات خاصه؟ لا،
انا عايزاه يبقى مقارب في البيهيفير بتاعه للنورمال كيدز او الاطفال الطبيعيين. يبقى لازم كل حاجه امشيها زي ما انا حابه، زي ما المجتمع انا حابه اسيبه، حضرتك تقابله وغيرك يقابله، يبقى معتمد على نفسه، بياكل نفسه، نظيف، ريحته حلوه، يعني مهتم بنفسه، بيتكلم، بيرد. اهتمامنا بجلسات التخاطب، جلسات التخاطب ما بتنتهيش، يعني بنبدا من عمر سنتين لغايه دلوقتي بندي جلسات تخاطب، لان بنيجي بنتكلم ونيجي في وقت الضماير، انت وانا حاجات كتيره جدا، كانها مدرسه بالظبط. ما تسيبش ابنها نهائي ولا تتخلى عنه للحظه، ولازم يعني تشد حيلها دايما، لان هو اكتر حد محتاج ليها في الكون هو ابنها ذوي الاحتياجات الخاصه. طب باشمهندسه، حضرتك شايفه يعني اننا في مجتمعنا وصلنا بشكل كافي ان احنا نتعامل مع الاطفال ذوي الهمم؟ لا طبعا، لا خالص، لسه كتير، يعني لسه كتير، واحنا محتاجين تطوير مننا، يعني هما موجودين. استاذن حضرتك ناخد اتصال ونكمل. طبعا. استاذ مجدي اتفضل. طيب الاتصال قطع، تابعني يا استاذ مجدي، كمل يا دكتور. لا طبعا لسه كتير جدا. اولا نقص الدور المناسبه للولاد دول، دي مشكله كبيره جدا، موجوده في كل مصر. نقص الدور، الدور المراكز، دور الرعايه. دور الرعايه، ولازم يبقى فيها، يعني عارف حضرتك المستشفيات زي ما انت قلت، المستشفيات اللي بيتصرف عليها والكلام ده كله، الموضوع ده لا يقل اهميه عنها. لان انا ممكن ادخل مستشفى اتعالج من كانسر واطلع، يعني اخد علاج واطلع، انما انا محتاج دار ابقى موجود فيها من وانا عمري سنتين لغايه بعمري مثلا 50 سنه، اتعلم واتاهل واتعلم كل حاجه فيه لغايه ما. ففي مشكله كبيره جدا في الدور، وده سبب تكلفتها، علو تكلفتها، يعني انشائها والاكويبمنت اللي فيها وتجهيزاتها بتتكلف تكلفه عاليه جدا. فبنحتاج ناس كتيره قوي تساعدنا عشان نقدر نوقف الدور دي على رجلها. الحاجه الثانيه الاستمراريه، ما هو في دور بتتعمل بس ما بتستمرش. طب تجهيزاتها بيبقى في اجهزه معينه يعني؟ تجهيز من انت بتجهز مدرسه بتحتاج حاجات كتيره جدا. دور ذوي الاحتياجات الخاصه بتحتاج مركز علاج طبيعي، بتحتاج غرف سنسوري روم، بتحتاج كراسي متحركه، بتحتاج رمبات، حمامات مخصوص بتتعمل ليهم، يعني بحاجات معينه للولاد. نسبه الامان، نسبه درجه الامان لازم تكون متوفره في المكان اللي احط ابني فيه. ده كله ده فلوس. صح. يعني اما ابني مكان او مركز واحط فيه ولاد ذوي خاصه، لابد الناس اللي موجوده فيه تكون كواليفايد انف ان هم يشتغلوا مع الولاد، يدربوا ويتعلموا كويس قوي حتى لو ايه. ولازم يتم اختبارهم دايما بصفه مستمره، لان ده طفل لا حول له ولا قوه مع اخصائي. فالاخصائي ده ما كانش يكون شخص عنده ضمير وعنده انسانيه ان هو يعني امنوا عليه، يعني اكيد هيبقى في مراقبين برضو على الاخصائي. مش بس اقول لك حاجه، مهما كان في رقابه بتبقى ضمير الانسان. في مؤسسات بتعمل كاميرات في كل حته، بقول لك انا بكلمك ان الحاجات دي كلها ايكوال تكلفه فلوس. في اماكن في مصر موجوده، وفي دور داخلي بامارات معموله داخلي، الولاد اهاليها بتسيبهم تتحط فيها، بس مش ده اللي مطلوب ليه. مطلوب ان انا اخليه شخص يعتمد عليه، شخص مش عاله عليا ولا عاله على المجتمع، ولا حتى لما انا اسيبه في يوم الايام اسيبه لاخوه او لاخته او لاي، يبقى على الاقل معتمد على نفسه. انما انا بشوف اسر وامهات بتسيب ولادها، حتى الحمام معلمهمش ازاي، يعني تواليت ترينج ده امر في غايه الاهميه. انا شايفه كأم من اهم الحاجات اللي يحتاجها ابننا. احنا برضو عايزين يعني برضو عايزين نعرف ازاي اطفالنا ذوي الهمم نفسهم ان هم يكون عندهم ثقه في نفسهم. يعني اديهم ثقه ازاي؟ الاسره عليها عامل كبير، الاسره، الاب والام والاخوات عليهم عامل كبير قوي، ان احنا نخلي الشاب دوت، لان احنا نفضل نقول اطفال، هم مش اطفال، بيكبروا بقى خلاص. طب انا اخليه عنده ثقه في نفسه، زي ان انا ادي له مساحه الثقه. ولازم نصيحه لكل ام ونصيحه لاي حد بيشتغل مع ذوي خاصه، اتكلموا مع الطفل ومع الشاب من ذوي خاصه بعينك في عينه، يعني اتكلم معاه ووصف له انت عايز ايه منه، هو بيفهمه مش ما بيفهموش. يعني قول له الغلط بالصح، قول له ده عيب، قول له ده حرام، قول له ده ما ينفعش، اتكلم معاه. انا بقول للامهات وبقول للاخوات طولوا بالكم عليهم، بتيجي احيانا لحظات هم مش فاهمين هم بيعملوا ايه، نعلمهم واحده واحده، نطول بالنا عليهم، لان الموضوع مش بينتهي في يوم وليله. فده كله بيدي الولد ثقه لما يعمل حاجه وينجزها، لازم احفزه ولازم اكافئه عليها واقول له برافو، ويعني وزي ما بوعده انفذ. يعني هم مثلا معظمهم بيحبوا السباحه وبيحبوا الفن والموسيقى والكلام ده كله عن الاطفال التانية يعني. طبعا، ومتفوقين فيها. ايه الاسباب بقى؟
هم عندهم هم عندهم الميول الفنيه دي عاليه جدا. يعني الداون سيندروم بالاخص عندهم ميول فنيه عاليه جدا في الرقص والغنى والتمثيل والرسم والالوان، عندهم ميول. فلما يعملوا حاجه زي كده لازم نكافئهم ولازم نقول برافو. هم بيحبوا جدا الدعم النفسي، بيحبوا الفسح وبيحبوا الرحلات. الكلام ده كله مهم قوي ان احنا واحنا بنعدل السلوك يبقى قدامنا حوافز ليهم. مش يعني في بعض الناس يقول لك ايه نديهم رشوه، لا مش رشوه، هي حافز. طيب هناخد استاذ احمد. استاذ احمد اتفضل. الو السلام يا باشا، معاك استاذ احمد من القاهره. اتفضل يا استاذ احمد. حاسس انت مهندس سيد عشان النقطه عندك سؤال للبشمهندسه؟ ايوه اتفضل. تحت امرك. عايز تليفونها، عايز تليفونها يا باشا. طيب تليفونها مع الاعداد، يعني الاعداد هيتواصل مع حضرتك. هل في حضرتك عايز تسالها سؤال على الهواء دلوقتي؟ لا يا باشا. طيب هيتواصلوا مع حضرتك على الاعداد، مع في الاعداد تبعنا. اتفضل كمل. يعني القصد ان هم بيبقوا طبعا طبعا كل ما بيتفوقوا وبيتم يعني الاشاده باللي هم عملوه ايا كان. طيب احنا برضه عشان ناس كتير سالت على تليفون حضرتك، هو اي حد عايز تليفون الباشمهندسه هيتواصل معانا بعد الحلقه وهنديله رقم تليفون الباشمهندسه، وهي تحت امركم في اي حاجه. يعني بقول لحضرتك ان الثقه بالنفس طبعا هم احنا نقدر نخلي الام والاسره تقدر تخلي ابننا من ذوي الخاصه عنده ثقه في نفسه، بان دايما احنا لما نوكله مهمه واعملها نشيد بيه ونتكلم عنه كويس ونحسن منه ونتكلم معاه ونحسسه كده ان هو اهم حاجه عندنا، اهم حد عندنا. انا عندي عامله كده، يعني مش بس عامله مع ابني كده، عامله مع كل الاولاد اللي في سنه كده، هم مهمين جدا عندنا. شكلهم حلو وشكلهم نظيف، سلوكياتهم كويسه، وهم فرضوا نفسهم على المجتمع. لما بقينا نخرج نروح مثلا رحله او فسحه او معزومين في حته، التزامهم بدورهم، التزامهم بنظافه المكان، لما بياكلوا بياكلوا ازاي، اما بيقوموا يشيلوا طبقهم، يعني سلوكيات المفروض انها طبيعيه يعني. اتيكيت. فكل الكلام ده استوقف الناس على الولاد دول. طب اشمعنى دول كده؟ مش علشان حاجه اكتر من احنا في يعني انا في تدريبي مع الولاد بتعمد، انا عايزاك تبقى تقارب النورمال، تعتمد على نفسك في مراحل لبسك كلها وحمامك وحمايه وتستحمى وتحلق دقنك وتلبسي كويس والكلام ده كله، زائد كمان سلوكيتك وانت بتاكل، سلوكيتك وانت بتشرب، وانت بتتحرك، ما تتخطاش دورك مع الناس اللي هو الاحترام الاخر. كل ده موجود عند ولادنا، ولكن لابد من شغل كتير قوي قوي على مراحل عمريه مختلفه لغايه ما بيوصلوا للمرحله. دافع كثقه ليهم يعني. طبعا طبعا. طب حضرتك كنت ذكرتي خلال اجابه السؤال ده ان الاطفال ذوي الهمم بيكونوا يعني عندهم قابليه انه يكون في الغنى والتمثيل طب يعني هل في سبب معين بيرجع لذلك؟ لا، هم بص حضرتك، هم اغلبهم بالذات الداون سيندروم بيحبوا التاخر البسيط، بيحبوا الغنى والتمثيل، وهم دمهم خفيف اجتماعيا، هم متفوقين كتير عن التوحد وعن بعض الحالات التانيه. لما بيبقوا موجودين في مكان بقى بيساعدهم على كده، اللي هم بيتدربوا بيشتركوا في مسرحيات، بينملوا مهاراتهم. طبعا طبعا. يعني احنا بنقدم الولاد عندي بتقام فريق فني كامل، يعني في مثلا مش اقل من 6 داون سيندروم و4 اوتيزم متاخر، فريق فني بيقدموا مسرحيات وفقرات فنيه ويقدموا حاجات كانهم نورمال، يعني بيقدموا حاجات زي فرقه رضا مثلا. بس ده جه من ايه؟ خلاص انا عرفت ان ده عنده ميول فنيه، ابدا انا انميها من خلال التدريبات. وبعدين يمكن احنا لينا السبق في حاجه زي كده، في ان احنا لما كنا بندرب ولادنا او حتى اسماعيل ابني على فقره من الفقرات الفنيه، احنا دايما بنحب الحاجات الاولد، الحاجات القديمه يعني. فنقوم نوريهم الفيديو بتاعها الاول على شاشه كبيره، يوم 2-3 يتفرجوا عليها، لان انا مطلوب، انا كل اللي عايزاه هو فن استعراضي، ان هم يقلدوا الناس دي بس بطريقه فنيه. فبعد ما يتفرجوا عليها نبدا ندربهم بقى واللبس، فبيأدوا بروعه. فالكلام ده بيعتمد برضو على الامكانيات، وان انت توفر الامكانيات المناسبه علشان الولاد دول يقدروا يظهروا بالصوره ديت. طيب. وازاي تقدم المجتمع كمان، تفرض مع المجتمع. طيب انا دلوقتي كاب او كام في البدايه خالص، يعني اعرف اتعامل واتقبل فكره ان عندي طفل من ذوي الهمم وما احسش ان ده ممكن يكون عبء عليا ازاي؟ كلنا في الاول مرينا بالاحساس ده، ان هو احنا اتكلمنا عن الام. الاب بقى الاسره، لا المشكله مش في الام. الام اغلب الامهات لا متقبلين وبتحركوا.
الاب بيبقى حاسس ان هو خد قلم على وشه، يعني طب انا هعمل معاه ايه؟ يعني ده ولد، مش انا اسف تعبيراتي بس انا أيوة ايه أيوة. من خلال خبرتي بقول لك الواقع يعني. طب انا مثلا ده انا كان نفسي في ولد طبيعي يبقى دكتور ولا مهندس ويبقى سند ليا ويبقى الاب بيحسبها حسبه ثانيه. فبس اغلبهم، لان طبعا في منهم لا بيرفضوا تماما لاخر وقت، بيفوقوا بسرعه وبداوا يتحركوا مع ابنهم، لان في البدايات صعبه قوي. طبعا بدايات صعبه، لان احنا بنتحرك بالطفل كتير، بنروح بنحتاج دكاتره كتير، بنحتاج فحوص كتيره وتشخيصات مختلفه عشان نعرف اصلا هو عنده انه نوع إيه؟ عشان اعرف بقى اتعامل مع بقيه حياته. لان بعض احيانا الحالات بتبقى عندها مشكلتين، مشكله صحيه يعني مثلا داون سيندروم، عنده مشاكل في القلب، فانا مش هتدخل ولا هعمل اي تدخل مبكر الا لما اعمل عمليه قلب مفتوح. او يعني انا ما اقدرش اتعامل معاه خالص يعني غير لما يعمل المشكله الصحيه الاول. هعمل تدريبات ازاي معاه وتدريبات لبطنه وتدخل مبكر وحاجات كتيره، وهو عنده مشكله في القلب كبيره، لازم الاول اعمله العمليه. فتلاقي الجزء الصحي مجهد ومكلف، فاول ما بيكون بنيانه صحيح كده والدنيا كويسه تلاقي الاب بيشتغل معاه وبيروحوا بقى يوديه مراكز طوله البال. الابهات والاسره حبهم للولد ده او للبنت دي عليها جزء كبير جدا جدا من علاجه، لان الحاله النفسيه بتاعت الطفل بتتاثر بالام والاب ورفضهم ليه او قبوله. انا بكلمك من واقع حياه، يعني في بعض الاطفال فعلا الاسره بسيطه جدا ومستوى التعليم منخفض جدا جدا، ورغم كده درجه حبهم لابنهم ورعايتهم ليه واهتمامهم بيه ويعني تفضيله عن الاخرين في الاسره خلى الطفل ده حالته احسن بكتير من اسره عندها متعلمين ميسرة. فالاحتواء والحب بتاع من اسره كلها للطفل ده جزء كبير جدا من علاجه. يعني الاب نفسه يعني يقدر اصل مشاعر الاب غير الام. يعني الاب نفسه يقدر مثلا ان هو يعني يتكلم معاه صاحبه معظم الابهات في الاول بيبقوا يعني مش عارفين يتعاملوا معاه ازاي. الام في الغالب حتى لو في طفل طبيعي هي بتتعامل اكتر مع البيبي، الاب ما بيرضاش يشيله في الاول. يعني لو انت عندك بيبي صغير كده مثلا مش هتعرف في الاول تشيله، تخاف تشيله احسن تاذيه او توقعه او حاجه. الام بتقدر تتعامل من هو لحمه حمراء. فانما لما الاب بيشوف ابنه بيتطور قدامه، والله جلسه التخاطب جايبه نتيجه، التنميه القدرات جايبه نتيجه، طيب. بدا مثلا يشاور، يتكلم، ينادي. هي للاسف الحلقه خلصت. يعني احنا طبعا في نهايه حلقتنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندسه سيده الشربيني، متخصصه في علوم الهندسه الوراثيه واستشاري في الاكتشاف والتشخيص والتدخل المبكر للتاخر عند الاطفال من عمر يوم. شكرا جزيلا باشمهندسه. تحت امركم. في نهايه حلقتنا بنشكركم شكرا جزيلا، واستنونا في حلقه قادمه وبرنامج اولادي جنوني.